جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أنا عملت كل شيء لازم ينزل. تفضلي. إيه عن جد أنا منزل. أنت شو رأيك؟ خلاص أنت لا تأكلها. أنا رح أحط لك الموضوع وأخبرك بكل شيء. إيه كمان ممكن. شفت شو عملت؟ ليش لا تأكلها؟ يلا ضيفي. تفضل. شكرا. أهلا وسهلا فيك. ما بتتصور قديش أنا انبسطت بجيتك لعنا. أنت شو عم بتقولي يا أختي؟ أنا المبسوط كتير لأنك ما بتتخيلي قديش اشتقت للشاي اللي بتساويه وانحرمت منه كل هالسنين. إذا ما في سألة فيك تعملي لي فنجان شاي؟ لا لا أختي لا، دموعك الغالية هاي ما لازم تنزل بهالمناسبة الحلوة. تسلم لي. ابني الكبير البطل شانكار بتشوفه، هو كمان رح يكون رافع أثقال مثلي، ايه ورح يخليني فخور فيه كتير. لكان انت شانكار شو القصة؟ مبين ضعيف كأنك ما عم تتمرن. تسلم لي يا ابني بالتوفيق. الظاهر انت عم تعمل تمارين. انا عم اعمل كل جهدي وما عم قصر بالتمارين ابدا. حلو ممتاز. بس انا ما شايفة اختي مالتي وكاملة معك. بعرف بصراحة كاملة تعبانة شوي وعم ترتاح بالبيت.